بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. حديث كاسوي باب كتناوي سقال معي. على أي حال وكاس باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاس ما مروا وكاس كبر إن شاء الله. عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي نجاشب أهدى للنبي أهدى وأهدي أما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أي أهدي خفين لب خف خف كروين غنا ك مغار كهان جريوية وهذا نواب اللي بشي ميلا ولو قضاء كباها لقوه سكشنو عادنا ولو قصر عيوة سوكا خفين لبا خف أو أسودين مدمدو ساذجين يعني خالصين في السواد هذه يا أدمي مدو يعني مدو أو خالص أه أنا مدو كالكود هنا نجاشة يا النبي عليه الصلاة والسلام أسوه هذه وهذه هان أصول دري لبدا خوف أو مدمدو أو آدي آدم مدمدو فلبسهما النبي عليه الصلاة والسلام قول لبستي وقشت ثم كبعد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو سقاتي ومسح عليهما. النبي عليه الصلاة والسلام مركو لغها مريي لغها مسي من خوفكي دش أيو كمسحي مركا بابك معنيس وحا باب ما جاء في خف رسول الله سعيد لقام شخولي معنا أخرين باب يعني ما جاء وحي كيمي في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام خف قادم جري أحاديثتي كتمي أحاديث بدن بقى صعر رمتي شيخ الله كلب أحاديث مخشاري أحاديث بدن بقى صعر رمتي خفينك يا مسحي الدوضة يا وحي الله رمان كتب الفقهاء كتب تمارة فردقة بفقهاء دو آدم هذا الشعب مرك حديث كان هذا ينقو أن دل جونه وحولي هاي الصحابة قاسي نجاشي أو المقارنة أو نك أصحاب الأورنجي يعني إرجع نجاشي ده كان كنوك لو يقع أرض الحبشة أرض الحبشة ما هروك يتوبي كريمة ودي حبشة واحد يادتك بده بكود فرنية هاي مريضة وأنا في كان كلو كان يقولك السودان تا هذا تري ده كان تهاي يتوبي أنا كنت جاي هاي سومالو ده كان تهاي كل خمسة سكوي هذا مرك أرض الحبشة الأورنجي marka boqorba u tarin jiray hada boqorka u taraya ayaa magacis najashi loo oran jiray sida kan u taraya persiyaanka ama farasiinta loo oran jiray maxay kaysar kan u taraya romaaniinta kaysar loo oran jiray faraacnaa saasoo kale fir'aun baa loo jiray marba ninkii qasho jooga marka najashi ba nabi guusu hadii magaciisa saxda ana waxa loo oran jiray asxama marka wuxuu ahaan jiray boqoradii ahlul kitaab u ahaa نبي عليه الصلاة والسلام بقرضه قوية ربع كمدها قوية أنت قوية ربع كمدها سدى صانو كو إسلامي ما كان نبي عليه الصلاة والسلام صحابة يسأله جرودا مطلع ما كان نيكا سأل نبي أسوى هذه يعني ألاب أسوى هذه واحد كجر خفين كاس النبي عليه الصلاة والسلام وكشري ثم توضأ النبي وهو سقاطي ومسح عليهما ومسحي ما كان خفك مركو قبو خفكو وحو برنان إنه كبهبا إنه خفك بس كسيبين دوشك مصوح هبني ما نبوها يستغفكو مقيم كار خفك السفر كار يعني
حديث تقيبا وحي قارسي إلى أسبوع إنه هايستغفر وأن أصيب إلى الجنابة إن كنت معظمية لكن مركو ورا شرطي قال وحوى مركو ورا أكشنا يسد وينا ويسقبت مركو ورا أكشنا يسد وسع عادية هذا هو كمقرب أسبوعنا ويسقبت هذا كشطي مقرب كبعد بعد يعني وصل خجبت أما بسقول بطكش مركو ويسقبت يسد حبه الميس مركو ما تشرح ما صحيح حديث كل حجه عن مغيرة بن الشعب أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم دحية نبي أبو حسوة هذه دحية بكلب عشان كسوة الله صدر ربه وتي أسوة كسينجر نبي أبو حسوة المامي نبي الله يعني ما كان بيد نبي كهان لاي وصوت المامي والله نبي عيسى وحو ويك أنا ويك يعني نبي عيسى وحو ويك نيكل أورنجري أو مسعود الثقفي نيكل أورنجري دحية أنا وقلبي كنت المامي وأجيها جبين صوص معي دحية مركا هو أسوة هدي نبي عليه الصلاة والسلام خفيني لما خف بأسوة هدي فلبسهما نبي وقشر وقال إسرائيل إسرائيل باوحو يري أحد الرواة عن جابر كورناية عن عامر وجبة يجبت بأسوة هدي فلبسهما أول لبست النبي وجبة يكبه خفين كيبا حتى تخرقا إلى يكدد الوشمين إلى كبار يومين حتى تخرق إلى كبار يومين وقف قص عنا يبو استعمال أي مارة يحنو غباري بنظر ولا يدري النبي النبي قرم أوغين أدوكيا نافك لك يعني مقار كان خفين كان أدوكيا ملا قورعي هما يعني جبدي يوه خفين كي نافك لك سوسيبي ملا قورعي أم لا مثل ما قورعين مركا النبي عليه الصلاة والسلام يعني خفين كسوة كاس وحوي حتى تخرق إلى كباري وبين كجح جحمة مركا تضرب شمامة جح جحمة بري هذا مركا ساس النبي مركا أقبي كباس إيه خفين كسيبا صدق لاس بخط مامي خفك إمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كحجة وحي كيمي في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كبت النبي عليه الصلاة والسلام نبي كبته كشناي أما كبه كشناي وحي كيمي أحاديث كصارتي حديث كوه الرية عن قتادة قال قتادة وحي يري قلت لأنس ابن مالك أنس ابن مالك بوحن كويري كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان سيبوها نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كبيس سليب أهايا قال مركز وحي النبي أنس بوحي لي اللهم نبي كبيس وحي لهايا لبضى كبوت قباراني لبضى الصوم بلهايا سول كسا أصوم قلاي لبضى الصوم وصوص عده سول كسا أصوم قلاي مركي قباراني لبضى صوي لبضى الصوم وفركشنا له ويعمل طول فترة كشو أيوه النبي عليه الصلاة والسلام كبيس هايا مركبها مع النبي عليه الصلاة والسلام كبيس بل نصورني حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنى شراكهما كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كبه النبي عليه الصلاة والسلام وحي الهايين قبالان لبسون أو مثنى ومثنى اسكل لمن شراكهما سنكود اسكل لمن يهي سونكا صوب حي فرت اللي قلنا يوم واسقول لما يه ساس سقول بس سقول لما يه لبس صور ساس سقول لما والنبي عليه الصلاة والسلام كبيس وهاي مرك سونك نسأل له بالله مرك لبس صون سونك بس لبس صون هاو ترى سونك كاس كبوم نوع كمان حليه مرك كوا كمان حليه مرك كبسون للشيخ الجمار مية فرق شو لبسون سون مركب من كيف فرت الجنية كي هلك مية لبض دع كإيمان أيه بس سلك سبض قلعي دعس كسوس سمس إيمان لبض جس كإيمان أيه مكان دعس بس سو ما سوء سلك سو إيمان أيه مكان
لا 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 حديث قدر التضبات وحوليه هاي حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك وحنوصه صاري أنس بن مالك وحنوصه صاري نعلين لبكبوض أو جرداوين مرحصن حيرا مقارك مركلا السمية كبها مرنا يقول تيمه وديه ولا مقدين لك يدي معناه أنت مثل مقدوم معناه المقارك ولا أصله ولا استعمالك مرنا بقولت اللودة يا مرنا بقول الآن وين إنه كون قدر بقول الآن وين مقارنة قدر بقول الآن وين مرك بقول الآن بهاي مرك أنا سبحان الله نوصل صار إن علينا لبك هوضو جردا ويني يعني بقول الآن لهما قبالاني لبضع اسمك كبر وحي لهاي لبصون بلهاي فقال مرك وحبيري فحدثني ثابت باوحي ورمي بعض انت كبعدي عن انس بن يغور رمى انس انه يري انهما لبدا كبوت كانتا وحي وهاي وحلها لبدا كبوت نعلي نعلي النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام لبدي سكوت بهاي مركبه النبي بهاي او نبي عليه الصلاه حديث هذا ما ينور شيء دون يغو كبو اي لي دغور يغول سو نبي شيء مرك حديث هذا ما ينور تمامايا ما يوتر دون كما مر حديث كان يقول تنا مقارك كميس لقى السمية هنا يحير رايان منها عند قرط لقى حيرة سون كريه هاي حديث قال لي حدا تضباطني لحد عفوا طيب أنا كنت ما تضباطني لحد عن عبيد بن جريد أنه قال لابن عمر عبيد أبوه يري ابن عمر أبوه كويري مك عبد الله بن عمر أبوه كشنجري كبو متقانا أن لغرت اللهين الله غرت لك حيري حيرم صاص عمر حسن أيوك شنجري مركا نكنا ودي وح كويري رأيتك وحنك أركي ابن عمر تلبس إن الله بسنتهاي أني على السبتية كبها لو يقان كبها أن لغرت اللهين مقار كذا مركا لغا سميني كبها لو سميني سونكا سما لغا سو حيري أدوك شنباك أركي قال مركا سو حيري إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. إني رأيت أن وهن أركب يري عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام بن أركي يلبس يسقو لبسا النعال كبو لبسا يهي التي كبها سو ليس فيها شعر أن دور رحيم. قال وديم حول بس تعبان نبي عليه الصلاة والسلام قال بس مبارك كبو كبه مغارة لقسمي وأنت قرناين ويتوضأ فيها نبي عليه الصلاة والسلام إنه قوة السنجي كبو جب العمل ويو عليها وجب نبي قوة السنجي فأنا أحب أن ألبسها صوت الله حديث كوف السن حلو حن كذا لنا قميص كان نبي بقينه جعلاء جعلك نبي بجعليها بقول بس أنا سامك هذا عبد الله عمر وحيري نبي بقول كبها سو تمام أركي فأنا أحب أن ألبسها أنا واحد جعلها إن كل بيستخباس مركا عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو أركب هذه كل ذلك وحلا الشيء حتى النبي وصفر ما هو صومري والنبي كادو ولا حد مثلا إنه سلم اللي حجري سلم النبي وقطع يده من عقلي حديث كل حاجة تضبات عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان حديث كره قويه نبي عليه الصلاه والسلام كبيس وحي لهايين قبالان لرسول بالهاي حديث كحيقه سديب وحلي حدثني من سمع عمر بن حريث يقول صغوره رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام بناتي يصلي سوى كنت كناي نبيه في نعلين لبك بود بو كنت كناي مخصوف مخصوفتين لكري كبا لكري كبا لكري انا عمل بك كوين والله طول ما كان كوين والله طول كبا طول طرم با ان النبي عليه الصلاه والسلام او كنت كناي حديث كان مركه وكميه حديثه تلمام النبي عليه الصلاه والسلام
إنه كبار كتب جري أما كبار اللي قلت كذا يعني وح بنان تاعي وحب اللي هي الشيخ شرح فائدة يؤخذ من هذا الحديث وحلق قادنا يا حديث كان جواز الصلاة في النعال بنان شاعي بنان تاعي إلا تكذو قفقه كبار قبا فكما قبيلة بناتها إن لقى بعض لقى وكان النبي يعني حديث مشهور الله كان النبي كبيس يعني كبطل طرر ويكوئن وال طرر ويكوئن وال طرر يعني من جو النبي يعني نجو سيد المانتر لو كان قفقو حلا جابا كبيه السيدو دينو متقانا دو كدر يوم حلا جاين سكري مت كلام سوق على حساب حديث كل حاجة تطبات للسجالات أن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة وحجري نبي عليه الصلاة والسلام وحجري لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما أو ليخلق أو ليحفهما جميعا ليحفهما جميعا ليخلعهما جميعا حديث رجل نبي وحجري لا يمشين أحدكم قفكيا كسعن في نعل واحد هل كبيان كسعن لينعلهما لبدا كبد هودا قشدو او ليحفهما ام هودا بهي جميعا ما تط مثلا لو تضم مراي بكبها قود كبها قود انا كبتي كا قود كريس كم بيحسو وتيكا كسعت ما بنا نبي قود دي سمارتا افكو ام لبدا واس كبد بهي ما تو كبا كسعنايو اما لبدا كبا يعني يو سودي هانقاتو ما هل كبا كسعنايا ما بنا قفك بدليلنا يا ولد سمعنا قفكم أدو هل كم خسر قفك بدليلنا يا ونبي يقول لي لا يمشين أحدكم قفكيا خسرا في نعل واحد هل كم لينعلهما هك الشدو كباه ولا كشدو لا بضرة أو أمسة ليحفهما هسكبه جميعا ما أنتم لا بضرة كبر سكار صوي كلهم يقول يعني خوفين كان لما يقول هل خوفين خسرة ما من الله ضد كشدو يا مسكوت بس والله من الله من عن أبي الزبير يلا ها تكلم بحنيسة تكلم بحنيسة كده ما هذا عجاج تمرس ده كم هذا كم هذا صل صلاة كسر هذا وين أبكر كسر ترد ذي ها هذا أنا توم مراقب حرب يا هذا سو صلبيا أفسرنا ذي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن الشخص ده نجهر يا شخص ده كتاب هو نجهر يا روح حديث نجهر يا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحر يا أن يأكل قفك إنه عنه يعني الرجل قفك إنه عنه بشماله قعدت سبيح إذا قف كنه كله نبي هو الرهيب أو أمسى يمشي قفه كسعه في نعل واحد كم كريم قف كنه كسعه ده نبي هو الرهيب كلمة وقال نا كم كسعه كلمة وقال لو أنا حديث واحد صيام إن أنا قفه مارتي كم كريم كسعه كان حديث سبيحي حديث كسدات القوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع نبي وحي إذا انتعل نخلو كبكشان أيهم أحدكم قفكين فليبدأ كبلابك باليمين مدكتها كبلاب قفكين مركو كبكشان أيو مدكتها كبلاب وإذا نزع مركو كبها السيب أيو اسكب حنيره فليبدأ كبلاب بالشمال بيحده كبلاب مركب حنيسة كبها بيحده رب حنيسة مركب كشان أيسنة مدكتها رب حنيسة فلتكن هأهاتو اليمنى لقطة مدكتاه أولهما توضعه الرئيس أطنعه لوك بحرايو لماذا لغوت لقطة بدك تهاهاتو تنقوه رئيسا كبتا لقلناي وآخرهما هرا نغوتو تقدم بيسأو تنزعو كبه لقسيباي سمارتا مركا كبه سيميسي بيح ذاك بلابسا مدك تبطمينيسا
مرها كشاني سنة ميدك بهوراني سوق قل نيسا مرقو أدابتا أفقل الدونة يمارة تجينه وكبر الله ابن حجر وهو كتاب كلية هاي صون قلنا إياه قصة ده مثلا كلية هاي إن لقبر الله ميدك لقبر الله وحول الباء في جميع الأعمال الصالحة ميدك لقبر الله أرفع عوي وشرعي وأماني مرقو حكست في عمك لقبر الله يو وحلا قبر الله يو كانت دين عبيد صلى الله عليه وسلم كانت نقطة 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 حديث كتب سديتني اللبات عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة وحيتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وحوها يحب مجعل التيمنة مديجيسي ونوجعله مديجيسي وحكسته في عن أمة كبلاه ونوجعله ما استطاع أن تأبوده في ترجله صمر نمرك النبي وش الله يصنعه وتنعله كبكشة النبي عليه الصلاة والسلام كبكشة نايو وطهوره يطهر قاضي شيء سمرك طهر قاضي نايو كل النبي عليه الصلاة والسلام وها مدنا كميل تكبل على وها حديث كحجة وباب كم ضمية سديتني صدحات عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كبيس وحورها كبيس وحيلها قبالان لبصوا وأبي بكر أبي بكر كبيس مساس وكلها وعمر رضي الله تعالى عنهما عمر نسده وكلا كبيس ولبصوا بلها وأول من قفك وجهه ريو عقد عقدا سون كدجا هل سون كدجا كاسو سون كاسو واحدة مت كليا كدجا عثمان رضي الله عنه وها قفك وجهه ريو هل سون كبتس كدجا وحيها وها عثمان رضي الله تعالى عنه مركز حديث قبته هو صوم مني والنبي عليه الصلاة والسلام كبيس وحيا الله بس صوم بالعيا وصوم قشره intaas waxaan ugu dhamaaday baabki ka hadlayay nabiga kaleey salaatu wasalaam kabihi sayqab ka hayaa baa ma jaa fi dhikri khatami rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam inta waxa laga bilaabaya wixii ahadiiso ku yimi inta sheekhu soo noqliyay inta bixi ka hadlayay nabiga kaleey salaatu wasalaam farkashigis farantiga ama farkashiga waxa loo yaqaan نبي عليه الصلاة والسلام قاب وهي سدوها بوينتو شيخ بلاوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام خاتم كيس أما فركش كيس أما فرانت كيس وحوها من ورق ورق بوها معناها وحوها هل هو يقان فضاد اللو يقان أما سلفة كنو نقان أيو نبي عليه الصلاة والسلام فرانت كيس وسما يسنا وكان فصه فسكي سنوحها حبشيا بقى حبش لا يخيانا فص ولا يقصونا يعني فرانتي قال كان ميل مذوبة كتابة وصر يسمى شو صر يسمى بفصل هذا ما ماشي أسيادة هو حبشيا حبشيا ما كواح لغو مقعابة ولا يري واح لغو وضع إن مارتي بقى حبقى كياني لغا كياني حجرا حبشيا بقى حبقى كياني يعني حبشي أما واح يري لونه حبشي أي أسود مذهب كمذهب أنتاس فراتي مش سرا مذهبيت لا بلاس هو رب معي مركا شيخ وليد مرن كتاب كان خزائن لي منها وهي لان كبر راح كمذهب لي هي قال بعض العلماء علماء قيم كنا وحي لهذين يستحب الخاتم للحاجة وإلا فلا يستحب ولكن يباح يعني وحي لي إن فرانتي قا waxa la yiraahdo qofku dan marku oo kala yahay kaliya uu isticmaali kara hadii kale oo qof dan ahaan uu sanqad u sameeyaan ma banaana yaani walaaki yubaa waska banaata
عنو حلقة وذا النبي قال ونوي ما ضل النبي مركو فرانتي كسمي سنة هي ونوي ما ضل حديثه وحي هي وراقو النبي وحوق رجل بقردي قال الله مركز صباح الوي بقردا سو ما أقبلان وراق أن شابض لهين كاي يبايا والنبي وحوق سمي فرانتي مركا يكون قرنت محمد رسول الله ومركز صباح شابض أيه وراقو بقردا قرب صلى الله وشابض أيه والنبي سمي مرحبا قيبة وحي للنبي قد دان أهم بقصة ما يستمعن فرانتس كما سميسان مرحبا أردونا إن شاء الله تعالى حديث كحيقة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اتخذ وحو سميسته خاتما فرانتي بو سميسته مفرقشي من فضة فضة لغا سميه قل لغا سميه أما سلفر لغا سميه فكان يختم به نبي وحبه كشاب بذين جري ولا يلبسه مثل بسنجرين نبي عليه الصلاة والسلام وحبه كشاب بذين جري لكن ما لبسنجرين لكن حديث كلا جرته وحوه يأخذنا إن شاء الله تعالى أصحابه وليسي والنبي عليه الصلاة والسلام وكشاب حديث كما قلت المام النبي فرانتي يسمى فضة لغا سميه وعكرة المامي النبي عليه الصلاة والسلام وحوشا بدين جري حديث كحية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نبي فرانتي سوحوها من فضة فضة أي لا قسمي سلفر أما قلم بلا قسمي فصه منه فسكي سنة يسوق كمدها فسكو أنت أطمئن مركور روح عليه حديث روح عليه فسكي سو مذوبوها أدنى واحد عليه فصه منه فسكيسه واحد بناك لا كنا وحاش لا كنا ما هني إسلف في الدراسة وكملها مركا لبده حدث بدرس قرط المامين واحد عليه مركا شيخ قولي مركا له عليه حديث أورناية فسكيسه حبشي بعض قسمي أما دقة حبشي لا كنا قسمي يكان أورناية فسكيسه إسلف في الدراسة سو كملها واحد هو فجناية واحد ويا لقيا بالنبي وقولوا سميستي هل فرانتك بدن هل فرانتك بدن نبي يونس سمعت في فرانتيا كذا دوا نبي يونس سمعت ولا غيابه حديث كحية سديتني تضبات عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجمي حديث الشيخ النووي مر كل نبي عليه الصلاة والسلام ودوني أن يكتب إلى وراءه قره إلى العجمي يعني عدنا عربتها هاي بال عجمنا هذا بوردي برشيام كي فارسين يعني الأورنجري رومانين تي مركو النبي أقرأي وراق قيل له وحل أقول إن العجمة ذات كاس عربت أهيني وأوراق القرية سوق قرضاه لا يقبلون ما أقبل يان وكير ما يان إلا كتابا وراق موي عليه خاتم شابط دش كتاب الله مويان مثل كير ما يان كابر ما يان ساس النبي الله شيء مركو فاصطنع خاتما وكان النبي يقول سميستي فرانتي سميستي فكأني أنظر إلى بياضه في كفه أنا اسمك بحليه هاي فكأني أنظر واحد مودينا إيغيه إلى بياضه عدانتيس في كفه في كف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال عدانتيس يدو كم مغطو إفايسو إنا هذا إيغي يا مدامي إنا هذا إيه مغطو أي يا مدامي يعني فرانتي نبي يقول قبي عدان تيسا أو نبي يقول كتلا رأي عدان تيسا هنا هذا فيرنا يا إمه وإيه مغضى معه مرك حديث كان أقول المامي سيد النبي عليه الصلاة والسلام قصة ما يستطيع يعني صابتك أنت نبي منه فران تيسا ما يستطيع أما فركش سما يستطيع وعي هايد إن لقو يري قليها وراقه ودري سلوه بغرادة سي قال هذا مرك أها ما أقبل أيان يعني وراق أن شابط إسنائي مرك نبي وشابط قرد حديث كان نوضم يكوحي أنه شيء مرك شابط إنه واحد نبي يوحي قرنا حديث كسديتني سديدات عن أنس بن مالك قال أنس مركو حبيري كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر والرسول سطر والله سطر كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقش نبي فرانتي سموه نقش ماشح وصر ريسو وحلو قروا يعني ماشى خلوق قرآن النبي عليه الصلاة والسلام فرانتي كسو وحي أهيت محمد رسول الله بقرآنه محمد هل صدر بأهيت والرسول هل صدر بأهيت اللهم هل صدر بأهيت
مركز شغلي بركو قرى يوحي بكرة جاي معناه مثلاً وحي محمد بقري كور كذا الرسول بكورة كور كذا الله بكورة مرك الله يوصل رئيسه رسول بكورة محمد بكورة مرك نبي موسى صوب شعب الدين مرك مرك وراب قرى شعب الله اسمك وحكي سوى بحجري محمد رسول الله ومعنى دوية هاي محمد محمد ورسول الله إله سبحانه وتعالى ارجع جيسي ويدري هاو نوع مارسا سخش اي وحد حلو ها شخصيت هوا نوع ريالي ها ما يسعوا نوصل عدسو صلاح ها عن أنس بن مالك حديث قد هوا سديتن يستقالات أنس بس نوري وحيري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي قيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله وحديث كورا كريف وفافايق وكري وهو يري أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى ورغبه قرى كسرى كسرى وحل ورنجر بقر كستو بقر كستو أي لا تقولون بشيان كلو يقان أما فارسي دلو يقان بقر كستو يلا تو كسرى بلو رنجري وقيصر قيصر هو قرى وبقر كستو أي رومانيين تي الشام قيصر بلو رنجري مرك بقر كي رومانيين تا يكوي بشيان كي منبي بقر قرى يوان نجاشي نجاشي وحل هذا ديان كان أفريقيا أما حبشة إلى اليمن والكاس هذا بقر كوتري نجاشي بلو رنجري سنا بقرضا سنة بقر قرى ورام قرى فقيل له وحلقوا يري إنهم لا يقبلون ما أقبل أيان كتابا وراق إلا بخاتم إلا إن الشابط يستهب يعني فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحد على شضي وصميستي خاتما مركب صفرات النبي وصميستي حلقته حلقديس ماشاس قوبضة أهل هو يسوي ماذا يعني حلقضة قوبضة أهل وقعنت كورك سنين فضة فضيهات يعني قريبا لك سنين ونقشه ماشا حلقه رؤوسة سنة فيه واحد قرنا محمد رسول الله محمد ورسول كلاهما قرات مرك حديث كان كيهور وكلا ويرفع فاسموي حديث كنت قه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام كان وحوها إذا دخل الخلاء مرك ومسقشة قالوا نبي عليه الصلاة والسلام وحوها نزع نبي وسيب جري خاتمه فراد جيس النبي عليه الصلاة والسلام وسيب جري مرك واقع شوف حد شيء ويا مرك مسخش النبي مرك قلاي واسيب جري بلي هاي حديث كم تضعف يوم جزء نفس إيش أقول لك مرك كهلا يوم حبيري يعني تعليق صار يوم حبيري أنه يكره أن تدخل معه بلي هاي شيخ مطقة نقف وحلا لو تدين هاي من الله كره سري إنه قف مسخش قال يسوى قبل فرانتك وحنا بنا إن السيب تلعب حيز الناس كم سيب توافق عنه محبوب لي هاي بسنا بعض ملوك العباسيين يكتبون الدراهم هو الذي أصل رسوله بالهدى عباسيين تهدى عباسيين ت هذا وارد دولار كان استعمالهم حق قرآن إن قالوا تراست سوما إن قالوا تراست ما قرآن عباسيين ت تهدى عباسيين ت خليفة الإسلام وح وحقو قرآن جرتي العكت ولا بقرة قيم كم ده استعمال جلين هو الذي أصل رسوله بالهدى إلى هو رسولك صوص صدري هنو صدري حديث كحي عن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام وسميست خاتما فرانتي وسميست من ورق من ورد لقسمي فرانتي واحد لقسمي فضة لقسمي إنه سلفر بين لنا فكان في يده قعدت النبي أبو جرجرتي ثم كان في يد أبي بكر ما كان نبي أنت بعدي أبي بكر بالله ورجيو أبي بكر بقعدت سو جرتي وقشان جري ويدي عمر مكة أبو بكر انتنا عمر بقى عن توجرته وسنجري ثم كان في يد عثمان كبعد عثمان رضي الله تعالى عنه أيق عن توجرته وهيستي حتى وقع إلى فرنت يقود عي في بئر أريس عيل إلى أريس أي قود عي نرجع معايق ونوي ما دونا أيها هي وعامل وهاوش بين جري عثمان بن عفان مكة فرنت مقدع فرنت مقدع عي عيل كاستو يقانو بئر أريس مقدع نقشه نقشي ماشي أسر ريس أخلو بقره وحي هاي محمد رسول الله لكم رأيت كيف سوى الشيء نقوي حرقا ما هي إسطنبول إسطنبول هلا كي
ساسكوي مستام كاسكوي لكن واخذ دون ان شاء الله تعالى النبي عليه السلام باب سعود قاب قادم جري مش قادم جري يرك قادم جري صحابه كميد هاي باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي كيمي النبي عليه الصلاه والسلام انه فرانتي كشلو تختم عليه فرانتي كشلو يعني من بدء بوكشنجري احاديث كتبي علي ابي علي بن ابي طالب باوح لي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام كان وضوها يلبس مد كشده خاتمه فرانتي في يمينه مد بوكشنجري مد بوكشنجري يعني فرانتي مد بوكشنجري فرحنا والله ما ضلنا فرحنا كشده كانت مد تبنوا استعماله حديث كتب عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه نبي فرانتي سقعت ليك تابو كشنجري فرانتي تابنا حديث كتب قال من ويا انه كان يتختم في يمينه نبي سدو كره ميدكت ايو كو قادن جري عبد الله بن جعفر وري حديث كان حديث كتب جابر بن عبد الله بن ويا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه رمات افرح حديث حديث كتب والله من ويا ابن عباس كان ابن عباس وها يتختم مد فرانتي قشده في يمينه قعنت مدكته ولا اخاله الا قال قونا مرين ما الا انه يرمويه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام وها يتختم مد فرانتي سكو قشده في يمينه قعنت مدكته يعني فرانتي مدكته والنبي قشده مركا احاديث باصو عرورتي يعني تعليقا كقور شيخ ولي بيقول هي وورد الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتمه في خنصره في خنصر اليم يعني يمنى وأحاديث أخرى في خصر اليسرى نبي عليه الصلاة والسلام وحى صور أحاديث تماما يسأل النبي فرانتي كشان جري محي فريرة ملك تاه فريرة ملك تاه أحاديث كلا واحد تماما يان فريرة بيه تاه وحو كلا شيخ يري وحى اللي يري مركور نبي وحو كو قادن جري ملك تاه فريرة ملك تاه بكو قادن جري مركض دمسة وحو قدم يسأل نبي وإنه كو قاطي فريرة بيه تاه إنه كو قاطي أحاديث ما صور هديه سقف فرانتي لو كشلون هاي فرطة لها يفرطة صار هذا لو يقال بضع فرط إن فرانتي لو كشلون أحاديث بديه سه إن ما تقانو قف وكوقاته وحلو يقانو فرانتي قضاء لو كشلون حديث كسجاش أن يتضابط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما نبي فرانتي موسى ما يستمي فضة قل لا جسمي فرانتي في السلف قالوا يقال وحوي حديث بالصعر وتي الله قال إن قفكو فرانتي بير إنه قاتو النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت ما من قفكي قاتي فرانتي بيرتا يعني ودرك النار كله بلي ويا لما أقول لك فرانتي ما أرتى لك اسمه ما أرتى قلوا يقال أما نحاس لما أقول قالوا لما أقول النبي يقول قلت ما هل النار كله كله ويا يعني محلوق قلنا قيامه ويا مكان النبي يقول فرانتي قال اسمه استوحى في الضوية نكنا الذهب لو ما قال نكنا الذهب لو ما قال قفكو إنه نار كشلك عنتر ساسو بنادي بناه يبدأ يعني بسهر القف كان الله قال يعني الذهب كشلة قال يوم سمعه ما سلف روح له يقال ما كان يدعو سمع سفرات سلفره وجعل فصه مما يلي كفه فسك وصوش المش ترى اللي هذا والحديث كان روح له يا نبي ومش إن جا كوسان أسر رئيسه وحق قرين نبي ومما يلي الكفه كف يعني هل كاسو يان هل كاسو حجنج ربنا هل كاسو حجنج ربنا ليه مش حق قرين ومدو أما سر رئيسه يعني نبي هوس بحجنج ونقش فيه النبي قلت كقري أما وجري وقرنا فرانتي قاس محمد رسول الله نبي محمد ورسولك الله سبحانه وتعالى ونهى نبي قواد ديري أن ينقش أحد عليه قف إنه كقرته محمد كقرنا يا محمد رسول الله قف إنه كقرته فرانتي قاس نبي قواد ديري وهو فرانتي قام الذي كيوى يسقط كل عي من معايقين من كل أرنجري كقد عي سحابي ويانا في بئر أريس عيلك الأرنجري بئر أريس بكقد عي مكان وفا يا أريس وكذا نعم مركا معايد إذا رجل عامل وهو شقي يجري عثمان عفان هي اللي عثمان عفان حديث كل حاجة حديث كسجاشن يسديرات كان الحسن والحسين حسن وحسين وحي أهاين يتخطمان في يسارهما فرانتي مره كشان أيام كعنت بيه ده باستعمال زين وكشن جري حسن وحسين كعنت بيه ده بيوقادن جري عن قتادة عن أنس بن مالك حديث سلاشنا سقالوا يعني أنه كان يتختم في يمينه أنه كان صلى الله عليه وسلم يتختم نبي عمر فرانتك شنايو فرانتك وجهه كشنجري في يمينه قاعد يسمي الكتاب كشنج النبي عليه الصلاة والسلام
حديث موسى قبلنا عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم